اوكي بسم الله. احنا قلنا الاستاف بيجيب الحالات يا اما يا اما على دايكم يا اما على باوربوينت. باوربوينت غالبا بيبقى عاملها زي شورت كيسز، لكن ممكن تبقى على باوربوينت وتبقى زي لون كيس فيها اكتر من من سيكونس. طيب ده اول حاجه، تاني حاجه، وتالت حاجه، ورابع حاجه، واخر حاجه. اوكي دكتورة مروة معايا؟ أي ما حضرتك طيب علي صوتك يا دكتورة مروة بحيث ان صوتك يكون حاضر. مسموع بالنسبة لي وبالنسبة للزملاء. تمام. حاضر. طيب بسم الله. بسم الله. طيب معلش ممكن حضرتك تجيبي السيكونسز تاني؟ أيوه. عاوزة انهي واحد قوليلي وانا اجيبه. خير. عايزة الفلير؟ طب الصبغة في طريقة على برنامج الزوم ان انا ان انت تتحكم انت في الشاشة، فهنعرفها ان شاء الله ونعملها طالما هنمشي الميتنج بعد كده بهذه الطريقة. MRI brain multiple axial coronal surgical spleen post contrast showing areas of abnormal high T2 signal in both temporal lobes. وفي hydrocephalic changes. اتروفيك تشينجز؟ معلش يا دكتور، في سيرجيكال لا ما فيش سيرجيكال. هيدروكيفاليك 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 تشينجز. هيدروكيفاليك تشينجز. اوكي انا هكتب البونتس وراكي. اذا بايلاترال تمبرال تي 2 ابنورمال سيجنال وهيدروكيفاليك تشينجز. في سيرجيكال يا دكتور معلش، ما فيش سالت. في يعني abnormal meningeal leptomeningeal enhancement. abnormal leptomeningeal. leptomeningeal يعني مش باكي، مش باكي منينجل. باكي ولا ليبتو؟ باكي باكي. اوكي هو خلاص. ليبتو المفروض يبقى داخل في البايل. اوكي وهنا ايه؟ هنا باكي منجل. اخر كلام، اخر كلام باكي. اوكي نكمل. انا متوترة الصراحة وعرقت. لا يا دكتورة مروة كونفيدنت، احنا قلنا أهم حاجة الكونفيدنت. أنت دلوقتي قاعدة في المكان اللي أنت بتشتغلي فيه وريفر فين وبتبص على الحال بالراحة خالص وبهدوء. نجمع هو أنا بس انتربت دكتورة مروة دقايق. اللي أنا عملته ده اللي أنا قلت لكم الاستاف بيعملوه، بتبقى بتقول حاجة ويقول لك هي لبتو ولا باكي؟ عشان يشوف هو انت عارف في الفرق بين الليبتو والباكي ولا لا. الحاجه الثانيه هو انت عندك كونفيدنس في الكلام اللي انت بتقوله ولا انت بتضربها يا جات يا جات يا ما جاتش ما جاتش. ما انا مهم بالنسبه لي ان انا ابقى عارف ان انت حقيقي عارف، انت مش جات معاك كده وخلاص، مش باي لك يعني. كملي يا دكتوره مارو. باكي ولا ليبتو بقى؟ هنجيب ورده. باكي ولا ليبتو؟ ليبتو ولا لا باكي؟ لبتو. لا لبتو لبتو من ليبتو. الجنة. لفت. اوكي تمام. طيب بعدين طب معلش ممكن حضرتك تقلبي في السيكونسز يعني الثانية. باد ديفيوجن. ده الديفيوجن. ده تي 1 وزاوت وده تي 2 1 كونتراست.
ديفيوجن. في مالتيبل كورتيكال بايلاترال نيرلي سيمتريكال كورتيكال وسب كورتيكال ارياز وديفيوجن ريستريكشن. اوكي ديفيوجن ريستريكشن تمام. هو انا ما عنديش اي دي سي بس يعني ريستريكشن تمام. طب تحب تضيفي حاجة ولا نبدأ نربط الحاجات دي ببعضها؟ لا نربط. هو انا يعني في حاجة شايفاها في سيكونس واحد بس مش شايفاها. اللي هي ايه؟ عند الفورم يعني. لا خلاص لا خلاص. خلاص نربط ولا لسه في حاجة؟ طيب بقية الزملاء بيشوفوا معانا الحالة وبتبلت يور مايند، عشان لو في حاجة هطلب منكم الأول تعلقوا على كلام دكتورة مروة. لا هنكمل مع دكتورة مروة لحد الآخر تمام. طب ربط يا دكتورة مروة. يعني كده ممكن يبقى انفكشن. انفكشن قلتي؟ طيب من انفكشن انت قلتي بايلاترال تمبرال ابنورمال تي 2 سيجنال. البايلاترال تمبرال بيبقى مع الهربس. اوكي طيب الهيدروكيفلس والليبتومنينجال انهانسمنت ما زلنا بنتكلم في هربس. طب بالنسبه للديفيوجن تفسري بايه هذا الشكل؟ لا يا شباب يا شباب يا شباب بليز بليز كل الزملاء يعملوا ميوت. افتحي تاني من عندك انت يا دكتوره مارو. بليز بليز يا شباب كل الزملاء يعملوا ميوت الا الزميل بس اللي هو بيقول بيقول الحل. كملي يا دكتوره مارو، لما هنفتح الاوبن ديسكشن هنقول فتحناه. كملي يا دكتوره مروه، انت بتقولي بايلاترال تمبرال فحطينا ان ده هربز. طيب بس في نفسر بقيه الفايندنج ازاي؟ هل الهربز هيفسر لنا الهيدروكيفلس بالباترن ده ويفسر لنا الليبتومنينجال انهانسمنت بالباترن ده؟ لا. اوكي اذا هنستبعد مبدئيا هنستبعد الهربز. ايه تاني؟ ممكن تكون دي اتروفيك تشينجز يعني زي اللي هي الجلوبال كورتيكال اتروفي. يا دكتوره مارو ده هيدروكيفلس ولا اتروفي؟ ايه الفرق بين تفرقهم من بعض ازاي؟ الاتروفي المفروض ان بيبقى فيه يعني مع الدايلاتيشن في الفنتريكلز بيبقى فيه وايدنينج للسلساي. بالظبط احنا هنا عندنا وايدنينج للسلساي. ايه اول مكان بيحصل فيه دايلاتيشن في الفنتريكل في الهيدروكيفلس وده ديفرنشيتنج بوينت بينه وبين وبين الاطرف؟ ايه اول مكان بيحصل له دايلاتيشن يعني سواء كوميونيكيتنج او نون كوميونيكيتنج يعني بالزبط. سواء بالظبط بالظبط الثيرد فنتريكل التمبرال هولز. يا شباب دي نقطة تانية مهمة لأن أنا شفتها مرتين. لما الأستاذ يسألك سؤال وأنت ما تعرفوش، ففي بعض الأساتذة بيحبوا يجاوبوا بحيث أنت تبقى عرفت بقى الإجابة ماشي، وفي أساتذة ما بيحبوش يجاوبوا عشان هم بخاف إن أنت تقول لزمايلك. طب الأستاذ اللي بيحب يجاوب بلاش ردود الأفعال من قبيل إيه؟ آه صح، لأنه ما هو مش هيبقى غلط ماشي، أو ياه بجد؟ لا ما هو مش هيبقى بهزار ماشي. الامتحان حاجة فورمال فيعني خلي الرياكشنز بتاعتك منضبطة. لما كده التمبرال انهي فنتركل بدل التمبرال هون تمام وخلاص تمام وخلاص. في انهانسنج موديول على اللاترال فنتركل على اللفت لاترال فنتركل سب ايفن دايمال انهانسنج موديول في اللفت لاترال فنتركل بس؟ لا انهانسنج موديول
دكتورة مرة. دي نديول. اوكي دي نديول، دول نديولز. انترا اكزل بقى ماشي. اوكي طيب الليبتو من الجا الانهانسمنت هنا في حته معينه اكتر من الباقي ولا كله زي بعضه؟ البيزل. البيزل، اذا ده في بيزل من الجا السيكننج نسميها كده بيزل. طب يعني في ليبتو من الجا اكتر في البيزل، تمام؟ طيب عشان دي هتحط هتدخلنا في ديفرنشال. طيب ايه رايك بقى؟ عملنا كده الحاجات مع بعضها، انت حطيت اقتراح ان ده يبقى هربز ورجعنا في كلامنا وقلنا لا الهربز ما يفسرش كل هذه الاشياء. ايه تاني؟ طيب بعد اذنك يا دكتوره مروه هنفتح الاوبن ديسكشن. اخوكم مزنوق، حد يقول اي حاجه ماشي؟ انفكشن تي في مثلا او تي في، لانه ممكن اتكلم؟ طبعا. انا مش قادره احدد هو انا شايفه ده صح ولا لا، بس هو في بايلاترال على يعني انهانسنج ماسز على النك ولا ده؟ هايل. مين بيتكلم؟ تعرفين؟ انا نهله. انا نهله بالظبط. اي ثينك ان الليبتو منينجا الانهانسمنت ده سيدنج، والهيدروكيفلس ده يا دكتوره نهله انت كنت ماشيه زي الفل. قصدي ان واحده من الديفرنشال الجاجولار كانسرومبوس. لا هو الهيدروكيفلس ده مش اوبستراكتيف، هو الكرونيك. دكتوره انا هو المشكله، مش في المشكله في دكتوره انا في ابزوربشن بتاعت سي. ايوه ايوه بالراحه بهدوء بيلت يور مايند فورموليت ايديا واضحه وقوليها على بعضها. اوكي انت هايله، انت هايله ان انت ما كاتشنج اي ساين. اللي حصل ان احنا قعدنا نشوف ما شفناش في جزء متصور وصور واضحه جدا اللي هو ان في ليجنز بره. بليز ريموف ذا بوكس هو ووتش بوكس. هي بوكس كده جراي ظهره فين؟ على الشاشه. ايوه ده في اتنين تانيين. انا ما ظهرش عندي حاجه بس مش انا. هي بالنسبه لي الصوره واضحه. في حاجه كمان في ليجن في الليفت سايد بتاع السيربيلم. بالظبط في نيديولز في السيربيلم، احنا اتفقنا في نيديولز في السيربيلم وفي البرين ستيم وفي البرين فوق. وفي حاجه كمان في البريفنتريكولار كارد كان فيها حاجه ريم انهانسمنت. المالتيبلستي دي ممكن تبقى ميتاستاتيك من الليجن اللي موجود في النك. اوكي جريت. طيب بصي يا دكتوره انا زي ما بقول لك كده انت هايل، انت لقطتي فايندنج احنا ما كانش حد شايفها. دي بالمناسبه ايه؟ عشان انا سمعت حد قال انترنال جاجولار فينس ثرومبوز، هل كان يقصد الليجن ده؟ هو مش انا اللي قلته بس. ماشي طب ده ايه؟ مثل انت قلتي ده ايه؟ لينفنود. لينفنود ريترو فارنجال لينفنود ماشي، او بريفرنجال وات ايفر. دي لينفنود زيها زي الباقيين. طب لقينا عندنا لينفنود هنبدا نكاركترايز اللينفنود. احنا لما نلقى عندنا اكتر من فايندنج نكاركترايز كل فايندنج لوحده وبعدين نحاول نربطهم ببعض. ممكن يكونوا كلهم لهم علاقه ببعض وممكن ما يكونوش كلهم لهم علاقه ببعض. دكتوره نهلا شافت اللينفنود وقالت ان ده نكروتيك لينفنود. اوكي فوتليز دي ستيب حلوه جدا 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 في النقاش، انه الليمف نود ده باينه تقريبا في كل السيكونسز. ما في باينه هنا حلوه قوي في عشان الكورونال ده اهو، باينه كمان هنا في شايفه في التي 2 ده باينه ازاي. ماشي ده اللي هيخلينا نبدا نعمل كاركترايزيشن للليمف نود دي. اوكي هل دي نكروتك ليمف نود ولا دي ليمف نود جواها حاجه ثانيه؟ اي ثينك ان هي فيها جواها كالسيفيكيشن اللي هي باينه، يعني باينه شويه لو في التي 2. اوكي طيب بس الكونتراست بتاعها عامل كده، ده كالسيفيكيشن يعني؟ ده لو دي كالسيفيكيشن هيبقى الكونتراست بتاعها كده يعني؟ اي دونت ثينك سو. لا ماشي طيب وده التي 1 بتاعها ماشي.
طيب فرضية ان في تيومر، والتيومر ده كبير اناف انه داخل انتراكرينيال، وعامل ليبتومنينجال سيدنج، وعامل هيدروكيفلس، وعامل ميتاستاسيس، وعامل سيرفيكال لنف نود بهذا الشكل، واحنا عارضين الحالة من غير ما نجيب التيومر، بالتالي فرضية صعبة شوية ولا ايه؟ يعني تتحط في الديفرنشال، بس قطعا مش اول ديفرنشال. في كلام محترم جدا على الشاتنج، خلينا تي بي، وطبعا دي سو ستريت فورورد، الحاله دي تتحط سبوت، ماشي، دي سو ستريت فورورد تي بي، ماشي. بجزيتنج لينف نود تي بي من انزايتس دكتور احمد، ويز تبركلوماز وكومبليكيتد باي اسكيم، حلو يا دكتور احمد، ماشي. دي الحاله دي تتحط سبوت، تحلها في دقيقه طبعا، لا ماشي، يعني بس انا عشان مظبوطه جدا يعني ده كله حاله سبوت، امال لو حاله لونج انا مش أمال لو حالة لونج هنعمل فيها إيه؟ لا بصي، هي القصة بسيطة جدا، دي بيزل منينجايتس، عامل هيدروكيفلوس، معاها لينف نود، ومعاها جزيتنج لينف نود، ومعاها الفاسكولار كومبليكيشن بتاع ده اللي يفسر لنا ايه اللي موجود في الفلير، ماشي؟ اللي يفسر لنا ايه اللي موجود بقى في سوري، ايه في الديفيوجن، ايه اللي موجود في الديفيوجن، ايه علاقه اللي موجود بالديفيوجن ده بالتي بي؟ كيميا اسكيميا، ليه اسكيميا؟ ليه التي بي يعمل اسكيميا؟ تعمل فازو كونستراكشن للسمول فيزلز، البيزل مننجاكس بتقفل الفيزلز، احنا عندنا الفيزلز كتيره جدا كلها معديه في الـ في الـ وبتعمل سام سورت اوف ارترايتس وفاسكولايتس، الفيزلز كلها بتعدي في الحته بتاعت هنا الانترنال كاروتيد بيبرانش، وهنا البيكم بيعدي الحته بتاعت البيزل من الجيز دي، البيزل سيسترن، البيزل سيسترن دي كلها، هي كل الفيزلز معديه في الحته دي، فالفاسكولار كومبليكيشن للتي بي ده توبك كبير، ممكن يعمل انيوريزم، ممكن يعمل حاجات تانيه، ماشي. فهي هنا دي القصه، انه البيزل مننجايتس تعمل كده. طيب دي الصور بقى من تحت، دي منظر الليمف نودز هيدروكيفالوس في هيدروكيفلس، طبعا مش بيزل مننجايتس، بتقفل الاراكنود في اللايف ما يسحبش السيف فيعمل هيدروكيفلس. انا اوكي، الكلينيك دول جرانيولوما يا دكتوره عايده، دول الليمف نودز، تي بي ليمف نود، تي بي ادنايتس، ده التيبيكال تي بي ادنايتس اللي هي الجازيتنج، دول اللي في النك، لا لا اقصد اللي هم في الكورونا، اللي هم ما هم دول اللي في الكورونا، ما هم دول اللي في الكورونا، تمام، هم دول يعني، ما هم دول اللي في الكورونا، اوكي. فهي دي هي اللي هنا دكتور، يعني قصد حضرتك هو ده الليجن اللي كان في الكورونا، اللي حضرتك قلت لنا ده فيه تو ليجن بايلاترال، بالظبط، في اول صوره، في اول صوره بالظبط يا دكتوره، يعني هم دول، قصد حضرتك اللي كانوا في اول صوره، ايوه يا فندم، هم دول، هم دول مفيش، ايوه في لاج عشان في لاج عشان النت كونكشن، بهدوء هنشوف كل حاجه بهدوء، هم دول الليمف نود البايلاترال، ديب سيرفايكال ليمف نودز في الكورونا باينين هنا كويس، وريترو فارينجال ليمف نود، لما نرجع للاجزل زي هتلاقيهم دول. دي بالمناسبه الاكس راي بتاعت الولد، ميلياري تي بي سو 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 كلاسيك، اوكي، ميلياري تي بي سو كلاسيك. احنا لو شفنا الحاله دي يا دكتور، ما ينفعش نقول هايلاين ميمبرين ديزيز لو اكس راي بس؟ انا مش بتاع سيست، بس احنا اتفقنا ما تعرفش تقول ما اعرفش، انا ما اعرفش، ماشي، هو ايه اللي انت بتقول عليه ده اصلا؟ انا مش بتاع سيست، انا اخر في السيست كونسوليديشن بات وجراوند جلاس بيلينج، ماشي، انا بتاع سيست يا بنتي والله، كورونا يعني، كورونا يعني بالظبط كده، ماشي، قاعدين نكتب فيها طول النهار لحد يعني ما. طيب خلاص احنا كده خلصنا الكيس دي، هيبقى الديفرنشال دياجنوزز بتاع البيزل مننجايتس لو بنعمل ديسكشن، هيبقى الديفرنشال دياجنوز ايه تاني يعمل بيزل مننجايتس؟ ساركويد تعمل بيزل مننجايتس في حاله ساركويد لطيفه، ممكن اوريها لكم بعدين. الايه؟ كارسينوماتوسس، الكارسيماتوزس، الليبتومنينجال كارسيماتوزس، بس مش بالضروره بيزل، انا لما اقول لك بيزل مننجايتس ينور في دماغك كلمتين تقلوا بعض على طول، تي بي او هربتك.
كريبتوكوكس. هيربيتيك انكفالايتس. كريبتوكوكس. هنقتل حد النهارده كمان كمان. تيبي او فانجل. بيزل منينجايتس تيبي او فانجل. لو ما تنفعش ده ما تنفعش ده ساركويد على طول. طبعا في الونج ليست اوف ديفرنشال دايجنوزس. الكريبتوكوكوزس ايه ايه اللي بيسموها ايه الدايجنوستيك كلو بتاع الكريبتوكوكوزس؟ اول في حد من الزملاء قال سيست مالتيبل ليجنز مش سيست. ها ما هي السيستوسركوزس الكريبتوكوكوزس. يعني الكريبتوكوكوزس الاورجانيزم بتاعها ايه؟ بكتيريال ولا فيرال ولا ايه؟ باراسايت. باراسايت فانجل يا دكتور. فانجل ايه. في حد من الزملاء هنرجع للكريبتوكوكوزس حالا بس عشان ما نفوتش حاجه. في حد من الزملاء دكتوره امينه بتسال هو ايه الفرق بين البيزل يا دكتوره مش البيزك البيزل منينجال انهانسمنت والباكي والليبتو. البيزل دي يعني واخده البيزل سيسترن يعني يمين لي في البيزل سيسترن زي الحاله بتاعتنا كده يمين لي في البيزل سيسترن اوكي. الباكي والباكي مش الديوره مش المنينجيز ديوره واراكنويد وبايوماتر. الباكي هي الديوره الانهانسمنت. الديوره الثيكنينج وانهانسمنت ده له ديفرنشال دايجنوزس. لكن الليبتو منينجل بتاخد الاراكنويد والبايوماتر دول له ديفرنشال دايجنوز ثاني. مهم جدا ان انا لما اشوف منينجل انهانسمنت احدد. طبعا في البرين بنقدر نحدد بسهوله في السباين باصعب بكتير. الليبتومنينجل تدخل مع مش البايو والاراكنود بيدخلوا مع الصلصال. ايوه لكن الباكي كانها الانر اسبكت بتاع السكال ماشي كانها الانر بروستيم او الانر يعني بتحوط بتمشي مع السكال ما تدخلش بقى في الصلصال اوكي. ده بس عشان دي نقطه مهمه. لكن البيزل ده اناتوميكال ده باللوكيشن ماشي تمام. طيب نرجع تاني للكريبتوكوكوزس مش عاوزين نفوتها. الدياجنوستيك كلو بتاع مالتيبل ليجنز هتقول عليهم ابسيسيز هتقول عليهم وات ايفر. الكريبتوكوكوزس فانجل بيبقى له في التيتو مواخد هيتروجينيوس انهانسمنت. فمالتيبل ليجنز كده له في التيتو واخد هيتروجينيوس انهانسمنت. طبعا لو في عيان اميونو كومبرومايز دي من الحاجات اللي بتتحط في الديفرنشال دايجنوز كويس. طيب حد عنده اي سؤال في الحاله دي قبل ما نغادرها؟ ايوه دكتوره معلش اتفضل. ليديز فيرست. هو ده دكتور هو في الفرق في الفيري دكتوره هو الظاهرين دول انفاركشن بيلت انفاركشن. في انفاركشنز يعني قديمه. بصي في الفلير ده هو ده عشان كده انا حطيت الفلير من في التيتو. شايفه دي ده ده اولد انفاركت. ده اولد انفاركت دي بما بيجي من يوم وليله ما بيجيش ويخلص يعني. ده دول اولد انفاركت خاصه واضح ان هو عند العين ده عنيف قوي وفي مليار ميتاستاسيس في الـ في الـ في ال لا اربع سنين. والحاجات الكبيره دي حاجات ايه؟ انا قصدي الحاجات الكبيره يعني والحاجات الاسكيما الكبيره دي يعني قصدي التبي ولا انفاركشن ولا مش فاهم الفرير. الحاجات الباتش الكبيره اللي ظهرت في واحده الاستريكشن دي ايه؟ تقصدي في الديفيوجن في الانفاركشن؟ في الصوره اللي قبلها يا دكتور. الصوره اللي قبلها ده اسكيمي. في الصوره اللي قبلها ده اكيوت اسكيمي. ما احنا حكيناه وفسرناه انه التبي. ادخلي النهارده دوري على الفاسكولار كومبليكيشن اوف التبي. التي بي في البيزل سيسترن بيقفل الفيزلز اللي في البيزل سيسترن ويعمل انفاركشنز ويعمل اسكيميك كومبليكيشن. تمام يا دكتور. اوكي دكتوره في ليجن في التيتو اكسترا كرينيال مش في الضديات في اللي هي التيتو. اوكي ده التيتو فين اكسترا كرينيال فين؟ لا مش دي معلش كورونال تقريبا او ما كانتش دي كانت اكسترا اكيال. اي ثينك انها كنت عايز اعرف اللي هي نيكروتيك نود اكسترا كرينيال تقدر كانت نيكروتيك نود ولا لا كانت واخده يعني بريفرال انهانسمنت وسنترال اي بوتنس يعني. طيب انا مش عارفه هو جاز حضرتك تقصد الريترو فارنجال دي ليف نود.
لنفلو. اوكي ماشي تمام. طيب دكتوره لو سمحتي، هو احنا نفسر الهاي سيجنال اللي في السلساي ديت في الصوره بتاعت الويس كونتراست ازاي؟ المفروض ان احنا بنقول ان دوت باكي من انجايتس. مش يا فندم احنا ما قلناش باكي من انجايتس، احنا في الاخر قلنا ده ليبتو منينجيال. احنا كنا بس دي النقطه اللي كنا بنحاول نغلط دكتوره مروه، هو ده باكي ولا ليبتو؟ لان طبعا ده ليبتو منينجيال، والبيزل سيسترن ده ليبتو منينجيال، ده مش باكي خالص. هو ده الانر اسبكت بتاع السكال قلبته منين. اوكي طيب شكرا جزيلا يا دكتوره مروه. اولا شكرا لان انت اول حد قال عاوز يجرب وخدت هذه البتاع، فدي الواحده حاجه تو بي ابريشيتد. وشكرا لانه الحاله حقيقيه تقيله، بس دي حاله ظبط ماشي. دكتور معلش، هو ايه اللي في الطنج؟ في الطنج مفيش حاجه، انا عن بس محرك لسانه شويه ماشي. فرجوت ابا مفيش نزول من التي بي جرانولوما ولا حاجه من في الطنج؟ لا لا هو لا 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 مفيش حاجه في الطنج، بليف مي مفيش حاجه في الطنج، ولا عن محرك لسانه بس. دي اكشوال، دي مش حالتي، دي حاله الدكتور عبد الرحمن، وهو ربنا يكرمه اذن لنا ان احنا ايه نوريها لكم. طيب مين الحلقه، مين اللي عليه الدور؟ انا يا دكتوره. دكتوره فاطمه. فاطمه احمد تمام. طيب ننقي لك بقى حاله. أيوة دكتور. حاله 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 حاله. طيب كلير سكرين. والله احنا هنحط ايدنا كده وزي ما تيجي، انا مش عارفه دي انهي واحده فيها. طيب اتفضلي يا دكتوره مروه. لا دي سهله بقى، دي سهله، والدتك بتحبك. من التيبس المهمة قوي قوي ان انت تخلي والدتك تدعي لك وتبقى ايه مش مزعلها، يعني دي من الحاجات المهمة جدا على فكرة. يعني ايه ان لم يكن لله من الفتى عون فاول ما يجني عليه اجتهاده. طبعا انت بتشوف يا دكتورة فاطمة صح؟ دكتورة فاطمة هل تسمعوني؟ ايوه مع حضرتك يا دكتورة. اتفضل. خلاص ايه ده، ايوه مع حضرتك يا دكتورة سمعاكي. تمام. ده دي بيشنت عندها 6 سنين وجايه بهذا السويلنج، فيميل بيشنت 6 سنين جايه بهذا السويلنج. بالمناسبه لو الكلينيك لو الاستاذ ما قالكش هيستوري ما تطلبوش ماشي. طيب قولي لي عايزه اشوف ايه وانا اجيبه لك. أكرم بعد كده هنعمل قصة إن إيه إن أنت تحرك الماوس من عندك، تحرك أنت الحالة من عندك، بس حاول أعرف بتتعمل إزاي. يلا يا شباب. حضرتك دي إكسترا أوكيولار ماس في الليفت في الـ في الـ آه في الـ في الرايت في اللاكريمال جلاند. إكسترا أوكيولار لاكريمال جلاند رايت سايد. اوكي اكسترا اوكيولار يا دكتور لاكريمال جلاند. تمام انا بكتب وراكي، بس انا بكتب فايندنج وراكي. معلش ممكن حضرتك بس ترجع بس السيكونس من اول تي 1 والتي 2 كده لاني ما لحقتش ابص عليها. اوكي حاضر عيني. ده تي 2. اوكي هي كده هايبر في التي 2 اللي ظاهر ده دلوقتي. ايوه اوكي ايوه هايبر في التي 1 كونتراست. انا بحاول اسهلها لك، قولي عايزه تشوفي ايه وانا اجيبه. وفيها ريستريكتد ديفيوجن وريستريكتد ديفيوجن، واخده في الانهانسمنت بتاع هوموجينس انهانسمنت. تمام هتحط ديفرنشال ولا في فايندنجز ثانيه موجوده حابه تقوليها، حابه توصفي حاجه في الليل؟ لا انا بس عايزه اشوف بقيه السيكونس. هنعمل سيكونس، قولي لي عايزه كذا وانا اجيبهم لك. هذا الكورونال ماشي.
هي مفيش انترا مفيش اكستنشن، انا مش شايفه لها اكستنشن في البرين ولا انترا يعني انترا سيريبيلا في البرين يعني انترا سيريبيلا انترا كرينيال. ايوه انا عايز بس انا عايز اشوف الكورونال ده انترا كرينيال. اه ايوه انترا كرينيال اكستنشن. اوكي انترا كرينيال. ايوه دي نقطة مهمة جدا، لأنه كلينيكال أكشوال مشخص العينة دي من أول ما دخلت عليه من باب أوضة الكشف، هو مين اللي بيعمل لها MRI عشان الكلمة دي بس، هل في انتراكرينيال اكستنشن ولا مفيش؟ والأي جلوب أيوه. والأي جلوب أخبار لا مفيهاش انتراكرينيال اكستنشن، هي مالهاش انتراكرينيال اكستنشن مفيش. تمام نعم تمام تمام صح مظبوط. هاي تحب تحط ديفرنشال دياجنوزس دي برضو حلها. هي اول حاجه هفكر فيها بالمنظر ده كده الرابدو مايوساركوما. انا بسمع كملي يا دكتوره. معايا حضرتك؟ انا بسمع انا سامعاكي كويس قوي كملي. انا بس عايز اشوف كورونا عشان اشوف المصل افكت المصل ولا لا الاوكولار مصل. لا مش افكت مش هي يعني عامله سيكنينج كده في المصل برضو شايفاها خصوصا اللاترال. يعني انت عايزه تقول ان دي سو ستريت فورورد رابدوميساركوما. لا مش سو ستريت فورورد، انا بقول لحضرتك ديفرنشال دياجنوزس. انا بفكر إيه بشوف ايه يمشي مع الرابدوميساركوما ممكن بفكر عشان كده طلبت المصل اللي فوق. تمام بص 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 يا دكتوره فاطمه، نحط الديفرنشال وبعدين نقول ايه اللي ماشي مع كذا وايه اللي اجينست، ايه اللي ماشي مع كذا وايه اللي اجينست. دي الطريقه المظبوطه في الـ تمام. ايه تاني غير رابدو مايو؟ الليمفوما بقول لحضرتك. الليمفوما اوكي نقول الليمفوما. لا يا شباب طول ما احنا يا شباب بليز ما حدش يكتب على الشاتنج لما نخلص مع الزميل اللي بيعلم. اما هنفتح الاوبن ديسكشن. معلش يا دكتوره في مربع كده ايوه رمادي بيعمل الصوره معلش حضرتك بس شيليه. ده المربع اللي فيه الشاتنج اوكي بس هو كده في النص مش مخبي صور. كده في النص. اوكي طيب ديفرنشال لنفوم رابدوميساركوما ولنفوم. اذا انت مشيتي الولد ده البنت ده هي في اتجاه ان ده مالجنسي وهنبعته معهد الاورام او هنبعثه كانسر هوسبيتال. انت ده جاي لك في اي جنرال هوسبيتال اوكي. طب نفتح الاوبن ديسكشن. اول حاجه هنعلق على الكلام اللي قالته دكتوره فاطمه الاول. اول حاجه احنا لازم نقول الاستادي دي ايه، فلما ابدا اعلق اقول ان ده ام ار اي ستادي وفي الاوربت او برين اند اوربت برين اند بوست كونترست. لو الممتحن عايزنا اقول سيكونسز اقولهم، لو هيكتفي بكده خلاص اوكي. طيب دي اول نقطه ودي نقطه مهمه جدا ما ينفعش على طول ادخل كده. واحنا بنوصف الليجن اتفقنا ديسكرايب زي ما يكون وحد هيرسم وراك الليجن، فتقول ان دي ويل ديفايند ريجولار شيب او ويل ديفايند لوبيوليتد سوليد سوفت تيشو ماس ليجن موجود في المكان الفلاني في الحته الفلانيه. ده ما هوش مكان اللاكريمال جلاند، ده ماتش انتيريور على اللاكريمال جلاند ماشي. ده اوربيتال انترا اوربيتال اكسترا اوكلر ليجن. ده ما يتصنفش لاكريمال، لان انت لو قلت لاكريمال يبقى هندخل في الديفرنشال دياجنوزس بتاع اللاكريمال. ده مش ريستريكتد في الديفيوجن، لان حتى لو احنا قسنا المقاسات بتاعه الاي دي سي هنلاقيها ما هواش ذات ريستريكت. ودلوقتي لما نوصل لمرحله الدياجنوزس هنقول هو ده بيريستريكت. معلش يا دكتوره يعني ده مش لاكريمال، يعني ده كده مش ناحيه اللاكريمال. لا ده ماتش انتيريور عن اللاكريمال. اللاكريمال ما بيبقاش انتيريور قوي كده ماشي. ده انتيريور عن اللاكريمال. النقطه المهمه جدا جدا في الوصف بتاع الليجن ده اهو ان هو فيه سيجنال فويد
سيجنال فويد تيوبلر ستراكشر، ماشي؟ في سيجنال فويد تيوبلر ستراكشر لو حطينا الصور، وليكن هنحط الاكزل زي ما كنا حاطينهم اول كرونال وتفر، هنلقى فيه سيجنال فويد فاسكولار ستراكشر موجود معدي جوه الليجن، ماشي؟ يعني مش عارفه انت شايفينه ولا لا؟ لا مش باين يا دكتوره. لا باين. واضح يا دكتور. ودي نقطه ثانيه، ما شفتوش، ما انا لو كنت شفته اكيد كان لفت انتظار. ده برضو يا صلاه النبي، ده برضو من الحاجات المهمه، لما الممتحن يقول لك انه في حاجه موجوده ما تقولوش لا مش موجوده، ماشي؟ علشان خاطر ده يعني لا انا قصدي دلوقتي في الصور، لا انا قصدي حضرتك، لا انا قصدي دلوقتي في واحنا بنعرف طبعا في الامتحان اكيد هتبقى باين. بيكون لا مش اكيد هتبقى باين، ماشي؟ مش اكيد هتبقى باين. انا دخلت الامتحان هنا في الصور اللي اتعرضت لي يا دكتوره فاطمه. الديالوج ده يا شباب الديالوج ده بالظبط مش مساله نت، الديالوج ده بالظبط ممكن يحصل جوه لجنه الامتحان، ساعتها ما بتبقاش النتيجه في صالح الطالب ابدا. احنا دلوقتي بنعملها انا فريندلي واي، انا مش هحط لكم نمر دلوقتي، احنا الهدف كله من اللي احنا بنعمله النهارده ان نشوف ايه التريكس اللي بتخلي الممتحن، برغم انت ممكن تقول كلام ساينتفيكالي كويس بس ده ممكن ياثر على النمره اللي انت بتاخدها في الاخر. اوكي، لما الممتحن يقول لك في شيء موجود ما تقولوش لا مش موجود، زي ما اتفقنا الستويشن اللي حصل قدام الديزيز الفلاني بيجي في الايدج الفلاني، يقول له لا ما بيجيش يا ابني، لا بيجي في الايدج الفلاني، يقول له اصل فلان الفلاني عنده الديزيز ده وهو صغير او وهو كبير، وهيبدا يتجادل معاه في سام وان مشهور جاله الديزيز الفلاني، ونبدا ندخل في ديسكشن كده غريبه ما لهاش دعوه بالموضوع. يبقى يعني دي في تيوبلر سيجنال فويد موجود جوه الليجن. على فكره ده ممكن يحصل وانت مش واخد بالك، يعني اكيد دكتوره فاطمه ما تقصدش ان انا بقول غلط، اكيد ما تقصدش كده، يا تقصد ان هي ما شافتوش، بس الاكسبريشن مهم قوي. تمام معايا دكتوره فاطمه يا شباب؟ ايوه معاك يا دكتوره. اوكي ايوه مع حضرتك يا دكتوره. ايوه مع حضرتك في الامتحان القصه بتبقى كده، الاكسبريشن مهم قوي، وانت اكيد ما تقصديش ان انا بقول غلط، اكيد تقصدي ان انت ما شفتهوش من المره. لا مش قصدي طبعا والله يا دكتوره، العفو طبعا اكيد يا بنتي، اكيد والله طبعا والله. انا بس بقصد ان النت مش اوكي، النت مش الاكسبريشن بقى، انا كل اللي انا عايزه اوصل له الاكسبريشن، ماشي؟ اقول انا ما شفتوش، مش اقول لا مش موجود. يعني انا بس بقول لكم بتاع ده هوت اكزامبل اللي ممكن استراجل تحصل مع الممتحن من اي داعي، انا شفت ده بعيني، ماشي؟ ما تستعجلش يا دكتور الدياجنوز. هي هيمنجيوم، وتيبيكال هيمنجيوم، تيبيكال هيمنجيوم. هنقول ليه بقى هي تيبيكال هيمنجيوم وما تنفعش الليمفوما؟ رابدو ماسر كوما بتتحط مع في كل ديفرنشال، بس يعني ده مش اول حاجه. ليه يا دكتوره فاطمه دي هيمنجيوم؟ كده هتبقى هيمنجيوم عشان هي هايبر كانت في التي 1، انا كنت شايفاها في التي 1، والسيجنال فويد السيجنال فويد ده اللي في الماس ده اللي هو الاوبتيك نيرف، هي مش يعني انكيس النيرف. ده النيرف ده معاك يا فاطمه، معاك ده النيرف يا فاطمه، ماشي؟ احنا ماتش فار فروم النيرف، اوكي؟ احنا ده النيرف، احنا ماتش فار فروم النيرف، ماشي؟ فايه التيوبلر ستراكشر ده؟ يا اما فيزل فاسكولار ستراكشر، يا اما في فلوبولاي، ماشي؟ والهيمنجيومه بيبقى معاها فلوبولاي، بس ده موستلي عشان كده لينير، فده موستلي فاسكولار ستراكشر، ماشي؟ الحاجه اللي تخليني هنا اقول ان دي هيمنجيوما، حاجتين مهمين قوي، البرايت سيجنال قوي في التي 2 دي اجينست تماما الليمفوم، ماشي؟ اجينست تماما الليمفوم، اوكي؟ الحاجه الثانيه ان الافيدنس
ان افيد انهانس ماشي. الحاجه الثالثه انه الحاجه الثالثه انه ده واحده من الاماكن المفضله للليمفوم. اوكي دي واحده من الاماكن المفضله للسوري للهيمنجيوم تمام. طيب هو انا في النص كده مش هينفع افتح اي اتاتش منتس فعشان بس لو في حد بيحاول يبعت حاجه فانا مش هينفع افتحها دي. اوكي نكمل. مش هينفع ليه؟ مش لمفومه عشان السيجنال في التي 2. الليمفوما سيجنال في التي 2 انترميديت تو لون عشان هي هايبر سيلولار باك سيلز. الهيمنجيوما بقى تيجي في اي حته في الجسم، سبكتينيوس ماسل، سبكتينيوس ماسل في الاوربت، في الـ في الـ في الـ في الـ في التونج، بين بين الماسلز في الماستيكيتور سبيس مثلا. anyway نقول بريسبتال، نقول بريسبتال ما فيش مشكله، بريسبتال على المكان. اوكي انا لما هوصفها اقول ان دي في الانترولاترال اسبكت بتاع، لا مش في البون. وفي حد من الزملاء كان بيقول ممكن نلخبطها مع الـ ممكن نلخبطها مع ال بسم الله مع الفايبرس ديسبليزي. ليه؟ السيجنال في التي 2 دي صعب قوي تبقى فايبرس ديسبليزي، غير ان هي مش بون ليجن. يعني احنا لما حكينا في الاوربت، احنا حكينا كتير في الاوربت قبل كده، وقلنا اهم حاجه لما يبقى عندك اوربتال ليجن تحط ايدك هي فين في السكس كومبارتمنت ماشي. فدي اكسترا اوكلر. ونقول طبعا الريليشن بتاعتها للاي جلوب، علشان هم لو هيعملوا لها حاجه يبقوا عارفين الاي جلوب انتكت ما فيهوش مشكله. الهيمنجيوما زي ما اتفقنا كده تيجي في اي حته في الجسم، في اي حته ماشي، بس بتتشخص بالايمجنج بالسيجنال باترن وبالانهانسمنت باترن بتاعها. اوكي طيب شكرا جزيلا يا دكتوره فاطمه، عملتي كويس جدا، وبرده ابريشيتد ان انت من اوائل الناس اللي عم. احنا ان شاء الله باذن الله بعد كده هيبقى على طول الديسكشن بهذا الشكل. طيب نكمل ولا ناخد بريك؟ شكرا يا دكتوره. طب معلش يا دكتور، هي ليه ريستريكتد ديفيوجن؟ اكمل طيب هنعمل النقطه دي، هنتناقش في النقطه دي. هي الـ هي الـ هي الهيمنجيوما بتعمل ايه في الهيمنجيوما بتعمل ايه في بتبيهيف ازاي في الديفيوجن؟ الهيمنجيوما بوجه عام، الهيمنجيوما بتاعت الليفر، الهيمنجيوما اللي في زي دي اوربت، اي هيمنجيوما بتبيهيف ازاي في الديفيوجن؟ فاسيليتيتد فري ديفيوجن، فري ديفيوجن بتبقى فاسيليتيتد. طيب حد عنده اي اقتراح تاني؟ ترين ثرو تيو ترين تي تو ترين ثرو، واحده من الحاجات المهمه ان هو دي تو ترين ثرو. الحاجه الثانيه انه لا، هي كمان ممكن تبقى ترو ريستريكشن، ما تبقاش تبقى ترو ريستريكشن لو ثرومبوزد. يعني لو ثرومبوزد يا دكتور، عشان الاستجنيشن بتاع البلاد جوه اللوكيلاي بتاع الهيمنجيوم. وفي وفي بيبر مهمه جدا وشباب، هو احنا بنتكلم مع بعض ولا بنتكلم؟ في بيبر مهمه جدا كانت منشوره في راديو جرافيكس من 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 فتره، يعني من 2011 ولا حاجه. الهيمنجيوما كان ريستريكت، وده ما ينفيش ان هي هيمنجيوما. كانوا بيحكوا مين لي على الليفر هيمنجيوما، لكن بوجه عام الهيمنجيوما كان ريستريكت، وليها تفسير فيزيكالي مين لي، عشان بيحصل استجنيشن للبلاد جوه الكولاي بتاعه الهيمنجيوما. فالديفيوجن ما هو الديفرنشيتنج بوينت بين الهيمنجيوما والاذر ليجنز. اوكي شكرا دكتور. اوكي يعني دي نقطه مهمه، لان انا شخصيا شفت عيان كان سايموما وعمل ام ار ليفر، وكل حاجه في الام ار ليفر بتقول ان الليجن ده هيمنجيوما، لكن اللي بيكتب او اللي بيريبورت الكيس اعتمد بس على الديفيوجن ريستريكشن، وشخص العيان على انه ميتاستاتيك، وبالتالي العيان ده يعني عايز اقول لكم اتبهدل جدا ماشي. بدل ما كان هيمشي على بروتوكول، مشي على بروتوكول تاني عنيف، وبعد كده كومبليكيتد من البروتوكول العنيف والى اخره. انت لما تبص على الـ على الـ على الام ار بالدايناميك بالتي 2 دي هيمنجيوما سو ستريت فورورد.
ماشي. ودي حاجه تانية تخلينا نقول حاجه ان احنا ما بي ما بين في حاله تانية بتخلينا ان احنا ما بنشخصش بكرايتيريا واحده ماشي. يعني لو كل حاجه ماشيه ان الليجن ده سين ماشي وفي حاجه واحده اجنست ان هو سين، يا اما نرجع نريفيو تاني للتليتشر هل الحاجه دي ويز ولا اجنست، يا اما نمشي الدنيا ديفرنشال دايجنوزس ماشي. ما ينفعش تبقى 10 كرايتيريا ويز ان دي هيمنجيوم وكرايتيريا واحده اجنست فاقوم امشي ورا الكرايتيريا دي واسيب التاني. اوكي اوكي دكتور، شكرا يا دكتور نسيم. العفو يا فندم. طيب برايدر لو سمحتي. ايوه ايوه يا دكتور. فرقها ازاي من الفاريكوز؟ لا الفيركس دي قصة مختلفة تماما. الفيركس يوجوالي بتبقى ريترو اوكولر، ما بيبقاش ده اللوكيشن بتاعها. الحاجة التانية يوجوالي بتبقى تيوبولار ستراكشر. الحاجة المميزة جدا للفيركس ان هي في السيتويشن العادي ما بتبقاش متشافة، لو العيان عمل فالزالفا مانوفر تكبر ماشي. فدي في اللوكيشن ده بالكرايتيريا دي اتس نوت ا ديفرنشال دايجنوستس. نفس فكرة الاوفيم، الفاركس والاوفيم نفس الفكره، الاثنين ريتروكولر بالظبط. شكرا. طب نفرقها من الاي في ام بعد اذن حضرتك ازاي يا دكتوره؟ بعد الاي في ام ده بيبقى اللي هو الباج اوف وورم، وفي ارتري كبير رايح لها وفي فين كبير خارج منها، يعني ده وليها نايدس وقصه مختلفه. يعني ايه العلاقه هنا؟ في فيزل واحد كبير ماشي جوه الليجن، فيزل واحد برومننت كمان مش كبير، لكن الاي في ام ده بيبقى ارتر كبير وبعد كده نايدس في النص، والاي في ام نفسها باج اوف وورم كده شويه فيزلز كتيره ملعبكين في بعض وبعد كده فين كبير خارج منها. اوكي. هي يا دكتور الاي في ام المفروض ان هي هيحصل اوباسيفيكيشن للارترز واحنا لسه في الفينوس، العكس اصلا هيبقى يعني بالظبط بالظبط عشان في شانتنج. انت عايزه تقولي انا بقى شايفين الارتر والفين مع بعض عشان في شانتنج بينهم وبين بعض. اوكي اوكي مظبوط تمام. طيب يلا نقوم على اللي بعده. دكتور احمد صبح انت اللي عليك الدور ولا ايه؟ تحت امرك يا دكتور. العفو يا فندم. طيب خليني بس اوقف ده واعمل شير واجيب لك الحاله. انا اقول لك بقى حاله كده ايه، احنا خلصنا دي. طيب احنا باقي معانا ثلاث حالات، لا باقي معانا ثلاث حالات كتير. طب عاوزين نمشي اسرع يا شباب وهنكمل تاني، هنعمل سيشنز تاني، هنعمل يوم الثلاث وهنعمل يوم الجمعه وهنعمل بعد كده كل ثلاث او كل جمعه او واتفر، يعني هنعمل على طول فما حدش ايه يعمل خالص. طيب يا دكتور احمد. انت كده هتتحكم في الشاشه وانا لا؟ مش معقول مش معقول. اوكي طيب دي حاله ماشي. طب خلاص ابتدي شوف بس الام ار الام ار الام ار الام ار هو مفيش الا ام ار. اوكي طب يلا الماوس معاك وابتدي انت شوف الحاله براحتك. احمد انا بحاول بس ما بيدينيش حاجه، يعني ما اعرفش ده، يعني بحاول اخد السيكونس واحطه جوه ما بيتشالش. طيب انا هوريك لحد ما نجرب ده مره تانية عشان بس الوقت بدا يعمل. يعني ده تي 2 ده الاكسل تي 2 طبعا المفروض انت تقول مش انا اقول. تمام الاكسل تي 2 اكسل تي 2 اوكي سيرش تي 1 سيرجيتال تي 1 لا يا دكتور بيتر ما هو الدور على احمد فاحنا مش هينفع دكتور بيتر الدور على احمد فاحنا مش هينفع نجرب دلوقتي. اوكي ده الاكسل تي 1 بس نركز بقى في الفايندنج وكده. انا هوريك انا البوست كونتراست على طول علشان يبقوا مع بعض وهحط لك دي 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 حاله اللي هي زي ما كنت بقول لكم انه مش لازم تراش فور دايجنوزس، دي حاله فور ديسكشن مش فور دايجنوز،
يعني دي لو حطناها في الكلينيكال تبقى حالة لونج، لو حطناها في الامتحان تبقى دي فور ديسكشن، مش فور ديفينيت وان ديفرنشال وان دايجنوزيس يعني. ماشي؟ أنا ظبطت لك كل حاجة يا دكتور أحمد، اتفضل بقى قول لنا أنت شايف إيه. طيب هو ممكن بس ننزل في القط تحت كده عند ال عند البيز عشان كل شوية أنا شايف الرايت انترنال كورد مش موجود بس الـ MCA موجود. الرايت انترنال كاروتيد هتقول عليه مش موجود ولا هتقول عليه ايه؟ انت خلاص قلت لي ان ده ام ار بري اند بوست كونتراست ام ار بري، انت قلت لي كده صح؟ تمام طيب. تمام طيب. تمام ماشي. كمل يا دكتور. انا شايف في في absent right internal carotid artery absent ومش شايف ال اكتب وراه شايف كمل يا دكتور احمد سامعك مش شايف ال ال الكاروتيد كانال بتاعته فاقول ان ده ابليزيا هعتبر ان انا ما سمعتش يا دكتور احمد كمل. طيب بقيت ال بقيت القطات بقيت الكاتس في ليجن في الميد برين في الرايت سايد في ليجن في الميد برين اناتوم ده الميد برين ده البونز حاليا قبل كده كان الميد برين. طب الميد برين نورمال الميد برين نورمال ولا في ليجن؟ لا الميد برين كويس حلو بإذن ده بونتاين ليجن. تمام. في بونتاين ليجن هو السيجنال بتاعته هو ظاهر قوي في T1 بصراحه حاليا يعني مش نفس القرش تقريبا بس هنعتبر ان هو لو في T1 وهاي في T2 كلير. وليه تعتبر انه لو في T1؟ انا مش لو لو في T1 شكله كده يعني هي ستامب هو النشيد الوطني لا لا مش اصل انا شفته وهو بي في التي 2 وواحد كونتراست انهانسمنت والله انا حصل قدام عيني انه حد من الستاف انه حد من الكانديديت هي هي جدا يقول له يا ابني ما هو شوف التي 1 يقول له لا لو في التي 1 يعني قوم اضرب قوم اضرب الاستاذ هي مش لو هي ومش هو مش النشيد دي في التي 1 انت مش شايفه لو تقول عليه انترميديت او ايزو انتنس تمام سهله خالص ماشي اوكي كمل يا احمد انت ماشي حلو جدا كمل انترميديت تي 1 معلش انا عايز يعني حضرتك ساعديني في القطات لاني مش واقف على القطات اللي انا عايزه يعني اطلع ولا انزل لا يعني ننزل ننزل اهو ده من الاول مضله البونز اللي فيه صدقني انا واقفه لك على القطات المهم تمام ماشي تمام ليجن شورت ريستريكتد ديفيوجن ريستريكتد ديفيوجن ده الاي دي سي اما هو انا شايف ان هو لو الاي دي سي لو انا شايف ما هو انا هديك وقف عينينا ايوه يعني في حتت ريستريكتد لكن الموستلي والمست عايزه في حتى يبقى هيتروجينياس في الديفيوجن عشان دي كمان لها معنى طيب كمل يا دكتور يبقى احنا كده قلنا في بونتاين ليجن وبنوصف فيه وقلنا انه في ابسنت انترنال كاروتيد على الرايت سايد نكمل النيجاتيفز حتى لو حاجات فايندنج تانية نقولها ما فيش فايندنج تانية نقول حاجات نيجاتيف بقى في حاجات في البرين مهمة نقولها بالنيجاتيف انه الفنتريك الاخبارها ايه فيها هيدروكيفلس ما فيش يعني كمل حاول في الشفوي ما توقفش يعني لحد ما ربنا يفتح عليك وطلقت الحاجة التريكي في الخص تمام هنا في هيدروكيفلس ولا ما فيش
مفيش. ده التمبران هورن كده نورمال؟ لا ده ليه تشوين. ده ليه تشوين؟ إذن في؟ أيوة. طيب في هيدروكيفلس. وفي حاجة محطوطة في ال بريبونتانس ستيرن ده حاجة سينسيتك يعني ده ولا ده البازر الأرضي بس هو كده. هايل يا دكتور هايل يا دكتور أحمد هايل يا دكتور أحمد ماشي إنه 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 أنت قلت إن في حاجة في البريبونتانس ستيرن وسألت هل العنده مركبين له حاجة هيبقى الممتحن على طول هيسألك هو إيه الحاجة اللي ممكن تتركب هنا؟ ولا ده البازلر ارتري؟ جاوب انت هل ده البازلر ارتري ولا دي حاجه حطيناها للعيان؟ لا شكلها حاجه محطوطه للعيان شكلها مش حاجه طبيعيه يعني شكلها مش حاجه انت بتقول عشان اللو سيجنال اللي في التي 2 طيب هو فين البازلر؟ ما انت هايل يا دكتور احمد انت العطايه دي انت هايل دول الاثنين فيرتبرال عملوا البازلر هل ده نورمال بازلر؟ يعني هل اللي احنا شايفينه ضيق هو ضيق قوي يعني اتنويتد هنا اتنويتد لما نطلع معاه كمل معاه لانه انت قلت دي سينسيتك ولا ده بازلر وقلت ايه يعني ملحوظه في منتهى الجمال ما في طيب وات كان اي دو فين البتاع عاوز انا بس افيل ده عشان نمشي مع البازلر ما في طيب هنا البازلر اهو تمام انتوا شايفين يا شباب انا بشاور فين هنا البازلر اهو وعينك ترمي على طول على ده البازلر برضو ده تكملته لما مشينا معاه لتحت لقينا هو ده البازلر ده البازلر لما طلعنا لفوق بقى كده وده الكونتراست بتاعه البازلر ده نورمال ولا ابنورمال وايه الابنورماليتي اللي فيه البازلر حاجه وفي حاجه سودة تاني في التي 2 حواليه سودة سودة يعني في التي 2 حواليه ماشي تمام طيب قول لي البازلر ده ماله ده مثلا اسيرسكلوزس يعني ده حاجه كالسيفيكيشن ولا مش كالسيفيكيشن ولا هو ثرومبوت وده هو احنا فتحنا الاوبن ديسكشن سوري اوكي بتساعدك اهو وتقول لك ده ما هوش كالسيفيكيشن لانه ده طفل صغير 11 سنه وهتقول لي عرفت منين انه 11 سنه هقول لك مكتوب بالرغم ان انا يعني بعد كده عرفت ازاي اسيف الحالات من غير ما اي حاجه عن العيان تظهر عليها عشان نحترم خصوصيه العيانين انما مكتوب انه ده 11 سنه ميل بيشنت 11 سنه ماشي طب لو مش مكتوب ده مش برين بتاع حد كبير انت لازم مع عينك انت لو بتشتغل برين كتير عينك هتاخد على اول ما الفيلم يتحط تقول ده بني ادم عنده 30 سنه ده بني ادم عنده 60 سنه البرين ده بتاع طفل 10 سنين لا البرين ده بتاع طفل لسه مولود اول امبارح شكل البرين ده مش بتاع حد كبير فيعني فورجيت اباوت الاثروسكلروسيس فكر في حاجه ثانيه هو دلوقتي احنا عندنا ممكن في مشكله في البريمونتانس ستيرن وهي اللي قفلت البازلر اللي هي الحاجه اللي هي انت هايل يا دكتور احمد التنس القليل اللي في التيتو ده ده حاجه موجوده انت هايل يا دكتور احمد انت داخل المره الكام المره دي؟ الثانيه للاسف ليه للاسف؟ يا رب تبقى اخر مره ان شاء الله وما نشوف نفسك تاني ان شاء الله طيب في حاجه في البريبونتان سيستيرن وهي اللي مأثره على البازلر ارتري ايه بقى الحاجه عامله ايه في البازلر ارتري عامله ايه في البازلر ارتري عامله ايه في البازلر ارتري إيه طب هنفتح الاوبن ديسكشن البازل الارتري ده دلوقتي فيه ايه البازل الارتري شيفتد للرايت سايد الليفت سايد هو كومبريست نتيجه في حاجه عامله له انكيسنج اللي هي الحاجه الهايبودنسيتي عامله له انكيسنج شويه فهو كومبريست وال لا دارك سيجنال في الميد لاين اكيوت ثرومبس وقف بعض نروح الاسم بقى الدارك سيجنال دي الحاجه الوحيده النورمال فيه ان هو سيجنال فويد
السيجنال فويد ماشي. طب احنا بنحكي هو اللي عامل الانتنسيتي اللي فوق اللي فوق يا شباب احنا بنحكي في البازلر ارتري. في البازل الوول ده كده ممكن يكون ادمتس ده فاسكولايتس مثلا الوول بتاع البازلر نفسه الوول ادمتس وانهانسد فاذا ده ارترايتس انهانسد فاسكولايتس يعني ارترايتس فاسكولايتس ده مش انيوريزم لانه الديامتر بتاع الارتري نفسه ما زادش وده مش ثرومبوزس يعني هو طبعا في فاسكولايتس عامله اتنيويشن فعامله سام سورت اوف اتنيويشن بعرفها ايه بقى اوكلودد لكن القصه من اللي هي فاسكولايتس اوكي يعني دي ارترايتس او فاسكولايتس ايه نرجع بقى تاني في حاجه محوطه ممكن ننزل بقطة تحت شويه يا سلام تأمريني والله يا دكتور طب نعلق بس على دكتور احمد انت هايل بجد اول 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 نقطه انه اللي في الانترنال كاروتيد ارتري تقول ابسنت للسيجنال فويد ما تقولش ابسنت للارتري كده مره واحده من غير ام ار اي من غير اي حاجه تقول ابسنت للسيجنال فويد انا مش شايف الارتري سيجنال فويد ماشي لكن في الحقيقه انت لو نزلت تحت شويه وعلى فكره في كيسز واي هاف كيسز بهذا الشكل ولو انا بامتحن ممكن احطها في الامتحان بس انا الحمد لله ما بامتحن ربنا عفى عنك في حاجه في البترس في الـ في الـ في الكاناليكولار سيجمنت بتاع الانترنال كاروتيد في حالات بتبقى كده في حالات بيبقى كل الفايندنج اللي في الفحص كله توتالي نورمال ما فيش فيه ابنورماليتي الا يا دكتور اتش ابراهيم مش عارفه ودكتور anyway اللي بيبدا يدياجنوز دونت جامب فور دياجنوزس دونت جامب فور تاكاياسو كوازاكي مايكوتيك بلا 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 دونت جامب فور دياجنوزس احنا لسه في مرحله ان احنا بنديتكت اند ديسكرايب عشان نحط ديفرنشال دياجنوز معناها نحط دياجنوز الحاله دي مش فيها فايندنج واحده احنا عندنا مالتيبل فايند لازم نمريت الفايندز كلها الاول الحاله دي تنفع حاله لوجنج بسهوله جدا ماشي انه في سينوسايتس وفي اوتوماستوداتس الانترنال كاروتيد مقفول وانا عايزه اوريكم ازاي انه الجزء انت شايفين الماوس شايفين الارو تمام شايفين الجزء ده الكاناليكولر سيجمنت بتاع شايفين على الاذر سايد بقول لكم في حالات بيبقى ده الوحيد ده الفايندنج الوحيده في الفحص ماشي لما بنكمل لفوق بنلقى بقيه الكاروتيد مقفول عندنا البازلر في محوطه حاجات طب ايه اللي في البونز احنا لسه لحد دلوقتي ما فسرناش ايه اللي في البونز ايه اللي في البونز عايز ساجيتال حاضر يا دكتور عني الساجيتال في سيكونس افندم البيرفوريترز ارتريز مثلا ان هي تكون افكتد هايل يا دكتور وبعدين عملت ايه عملت اما انيوريزم او ستينوسيس او يا دكتور كنت ماشي زي الفل يعني عملت انفكشن عملت اسكيميا بالظبط كده ليه انهانسد ليجن ليه انهانسد انفلاميشن سب اكيوت يا دكتور محمد نعم ركز احنا قلنا ده انفاركشن ليه انهانسد تقول لي انفلاميشن هو الوول اوف ذا بازيلر ارتري احنا قلنا انهانسد صح اوكي قلنا ان ده فاسكولا سب اكيوت انفركت الله اكبر الله اكبر سب اكيوت انفركت عشان كده بينهانس عشان كده بينهانس وده يخلينا نقول ان البروسيس دي حاجه مش لونج ستاندنج بس مش حاجه هايبر اكيوت دي حاجه واخده وقت معانا يعني دي حاجه قاعده معانا شويه لسه الحاجه الوحيده اللي ما فسرناهاش ايه الحاجه الهايبو انتنس في البيزال سيستول ايه بقى ايه بلاد سيجنال يعني طب هل شكلها بقيه الحاجات بلاد جنريشن تيست طب انا هقول لكم عشان توكات شورت لان هي ده مش التيبيكال بتاعها دي فانجل مننجايتس هي الاسمويد باتا يعني الاسمويد في رايت اسمويد السيجنالز اوكي في ساينوسايتس بالفعل في الاسمويد وفي حته شويه له سيجنال في التيتو بس مش له قوي للامانه ماشي
دي تتحط تحت الانتيتي بتاع الفاسكولار كومبليكيشن اوف الفانجل انفكشن اوف سينس فانجل انفكشن. دكتوره حضرتك قلت الكانيكولار بارت بتاع الانتيتي ده هو الوحيد اللي باين فيه ستينوسيس يعني عشان نقول ان هو موجود صح؟ ثرومبوزد وقلنا انت بتشوفه ده فين؟ في الفلير. شايفين الفلير؟ ده النورمال سايد. ماشي شايفين حتى في التي 1 لو جبنا تي 1 وزود كونتراست وير 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 اهو شايفين ده الكانوليكولار سيجمنت بتاع الانترنال كاروتيد على الليفت سايد. فين على الرايت سايد؟ يعني عشان اتاكد ان نوصل بوز ده ما اطلع فوق ما الاقيهوش ابقى عرفت ان نوصل بوز يعني. بالظبط كده لو بالظبط كده الارتري موجود لكن لوس اوف سيجنال فويد. اوكي تمام. لو الارتري مش موجود دي قصه ثانيه ماشي تمام. طيب البازلر دكتوره ثرومبوز البازلر بارشلي اوبستراكتد او اتنويتد نتيجه للفاسكولايتس اللي هي سيكندري للفنجل في الوول بتاعه. ده فنجل عمل فاسكولايتس في الوول بتاع البازلر ارتري فقفل البرفوريتد فيزلز اللي بتروح تسبلاي البونز فعمل فيها انفاركشن. الانفاركشن بقى صب اكيوت فخد انهانسمنت. اقول تاني دكتور قصدي لو هو ارترايتس بس مش هو بياخد سيكنج وانهانسمنت من غير انفاركشن او من غير ما يبقى ثرومبوز قصدي. ما هو الارترايتس بتعمل سيكندري اسكيميا على طول. ما هو انت متخيله الوول ده قد كده انت عارفه البرفوريتورز قد كده صغيرين خالص طالعين منه فالوول بقى سيكند بهذا الشكل. يعني ازاي مش يعمل اسكيميا؟ لازم يعمل اسكيميا باللوجيك سينك. ايه تفسير الهيدروكيفلاس البيزل منينجايتس؟ المنينجايتس الحاله اللي فاتت البيزل زي الحاله اللي فاتت بالظبط زي التي بي والتمبر الاول حاجه بيحصل لها زي ما حضرتك قلت في الحاله اللي فاتت برضه تخيل. ماشي في حاجه بتخلي فنجل حاجه معينه ولا بس اللو سيجنال في التي 2 الحاجه اللي تخلينا رايحين ناحيه الفنجل اللو سيجنال في التي 2 طبعا ده مش التيبيكال اللي بنشوفه كل يوم للفنجل بس دي الحاجه اللي تخلينا نقول فنجل بوجه عام على فكره. يعني بوجه عام ايه الحاجه اللي تخلينا نحط الفنجل في الديفرنشال اللو سيجنال في التي 2 انا قلنا ايه الحاجات اللي تعمل لو سيجنال في التي 2 عموما يعني كالسيفيكيشن والفانجل عشان الميلانوما مهمه قوي. لما نلقى ليجن لو في التي 2 بنحط الميلانوما في الديفرنشال. الشباب اللي شافوا معانا المحاضره بتاعه الفلير واللي فاتته حاجه يشوف على اليوتيوب لما الايه الميلانوما اللي كانت صغيره قوي في الاسباين وعامله سيدنج فظيع فكان في دي نقطه في الديفرنشال مهمه قوي انه تبقى برايت تي 1 وهايبو تي 2. ايه تاني؟ انا قلنا الكالسيفيكيشن الاكيوت 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 بلاد والاكيوت بلاد. لا احنا لما نقول دارك سيجنال غير لما نقول انترميديت تو لو. هو خدتوا بالكم يا شباب دي نقطه وانت بتوصف لما اقول هايبو انتنس او انترميديت تو هايبو انتنس غير لما اقول دارك سيجنال. دارك سيجنال اللي احنا شايفينه ده الهيموسيدرين مثلا اللي احنا شايفينه ده انما المدلو بلاستوما ما بتبقاش سودا كده بتبقى انترميديت تو لو. شفت بقى ازاي الوصف الكلمه بتفرق بيمشينا في سكه ديفرنشال مختلف عن التاني. طب دكتور طيب. معلش الانترنال كاثوديك رايت انترنال كاثوديك لوس اوف سيجنال برضه فاسكولايتس من الفانجل انفكشن ده سيكندري الفانجل انفكشن ماشي ثرومبوزد اوبستراكتد فاسكولايتس سيكندري للفانجل. اوكي طيب حان وقت النوم. احنا دلوقتي الساعه بقت 10 فاحنا هنوقف دلوقتي. احنا بس ديسكاس 3 كيسز هو كيس قليل. هحاول ان شاء الله يبقى في سيشن يوم الثلاث وان شاء الله كمان يبقى في سيشن يوم الجمعه. الليفل بتاع الحالات ده اعلى سنه من ليفل الامتحان بس انا عايزه الليفل بتاعكم يبقى كده يبقى احسن من كده كمان.
ان وات ايفر ايه الحالات اللي تيجي، وات ايفر مين الاستاذ اللي هندخل عنده، احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل ستيشنز بعد كده على طول على طول، اللي هيدخلوا المره دي وهيخلصوا ان شاء الله يا رب وكلكم هتنجحوا، واللي هيدخلوا المرات الجايه هنعمل كده، ان هو هناخد ليست بالناس اللي عايزه تمتحن وهندسكاس الحالات بهذا الشكل، بحيث ندي للناس فرصه ان هي تعبر عن نفسها. اوكي شكرا 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 شكر